ولمتابعة آخر التطورات حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من باريس الصحفي والمحلل السياسي مصطفى طوسة معنا عبر الهاتف. مساء الخير مصطفى طوسة. مساء الخير. إذن كيف تتابع آخر المعطيات بشأن التحقيقات الأمنية حول الأحداث الدامية غير المسبوقة في فرنسا؟ يعني هذا المساء يمكن أن نقول بأن هناك عنصرين أساسيين تم إبلاغهما للرأي العام الفرنسي. العنصر الأول وهو عنصر قضائي أمني محض تم على لسان فرانسوا مولين المدعي العام الفرنسي الذي كشف عن بعض ملابسات هذه العملية التي قال إنها ارتكبت من طرف ثلاث مجموعات متفرقة قامت بهذه الاعتداءات الإرهابية. ومن بين أيضا الأنباء التي كشفها المدعي العام وهو عندما قال بأن عدد الجرحى يعني هو يعني بالغ الخطورة يصل عددهم إلى 99 جريحا ما يجعل حصيلة هذه الاعتداءات الإرهابية مرشحة لكي ترتفع. أما العنصر الثاني فهو سياسي جاء على لسان رئيس الحكومة مانويل فالس الذي حل ضيفا هذا المساء على القناة التلفزيونية الأولى تي إف آ وكرر ما قاله هذا الصباح فرانسوا أولون عندما قال بأن فرنسا تعرضت لعملية حربية وأن فرنسا تجد نفسها حاليا في حرب ضد الإرهاب وأنها ستقوم بكل ما في وسعها لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية. هناك أيضا عنصر ثالث اكتشف هذا المساء وهو كل ما له علاقة بعمليات إلقاء القبض على عناصر متورطة في هذه العمليات الإرهابية في بروكسل، ما يعطينا الانطباع ويؤكد الانطباع بأن العملية كانت مدبرة على الصعيد الأوروبي، دبرت ربما في بروكسل وتم تنفيذها في باريس من طرف مجموعات تلقت أوامرها من داعش في الشرق. نعم، طيب مصطفى ماذا عن أهم المواقف السياسية خصوصا الحزبية في فرنسا بشأن هذه الهجمات خاصة في ظل الجدل الدائر حاليا حول قدرة الأمن الفرنسي على مكافحة الإرهاب؟ يعني هناك مواقف حزبية قوية عبرت عنها المعارضة الفرنسية على لسان زعيم حزب الجمهوريون نيكولا ساركوزي الذي طلب من الرئيس فرانسوا أولوند أن يتخذ سياسة أكثر حزم لحماية فرنسا ولمعالجة قضية ومحاربة الإرهاب. أيضا هناك اللافت وهي المواقف التي عبرت عنها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين والتي طالبت واقترحت عدة إجراءات يعني متطرفات لحماية الفرنسيين من بينها إغلاق الحدود من بينها سحب الجنسيات على كل من يشتبه في أنه متورط في هذه العمليات أو من بعيد أو من قريب ومن بينها أيضا محاربة ظاهرة التطرف ونفي كل الأئمة الذين يعني ينشرون فكرا متطرفا في المساجد. فيعني كما كان ذلك متوقعا هناك عدة قوى سياسية تحاول أن تستثمر هذه الظاهرة لأغراض حزبية خصوصا وأن فرنسا تعيش هذه الأيام عشية انتخابات جهوية حاسمة وانتخابات رئاسية أيضا فلن نفاجأ إذا تم استغلال هذه الظاهرة استغلال هذه الاعتداءات الإرهابية لمحاولة إضعاف فرانسوا أولوند ومحاولة تقديم له انتقادات لاذعة على طريقة إدارته لهذه الاعتداءات. نعم، بالنظر إلى تصريحات لوبين كما ذكرت هل ستؤثر هذه الأحداث على مسلمي فرنسا؟ هي بدأت بالفعل بالتأثير على مسلمي فرنسا لأن هناك تخوف واضح. هذا التخوف كان قد برز غداة اعتداءات شارلي إبدو لكن تأكد بعد هذه الاعتداءات هناك تخوف من أن تستعمل الجالية العربية المسلمة كشماعة يعلق عليها كل الهفوات الأمنية لأجهزة الأمن الفرنسية ويضعون على عاتقها هذه المسؤولية ويعني ينظرون إليها وكأنها هي المسؤولة هي التي تكون البيئة الحاضنة لهؤلاء الجهاديين. يعني هذا التخوف واضح لكن لا أحد يمكن أن يؤكد بأن يعني هذه الأمور ستقع. ما يمكن أن ما أحسسناه وما لمسناه عندما تحدثنا إلى عدة مسؤولين للجالية المسلمة في فرنسا أن هناك تخوف وهناك وعي قوي من أن هذه الجالية تستعد لكي تعيش فترة حرجة وفترة صعبة وفترة عسيرة في حياتها داخل المجتمع الفرنسي بحكم أن هناك أصوات حزبية ربما قد
يعني تنظر إليها وكأنها متواطئة ومسؤولة على هذه العمليات الإرهابية. فهناك يعني وعي كبير بأن الفترة عصيبة لكل مسلم فرنسا. نعم مصطفى طوسى المحلل السياسي والصحفي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من باريس، شكرا جزيلا لك.